لما اتخلق آدم في الجنة كان لازم له معين نظيف، مشروع سماوي من إلهنا، هو ملكه بحب كبير. السعادة تتحرك باتجاهك في اللحظة التي تبدأ فيها ضخ السعادة باتجاه الآخرين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكايات بيوت الكتاب. اليوم رح نحكي عن هامان وزرش، بيت هامان وزرش. طبعا مثل العادة معنا ضيفنا الدائم لأب العلامة عزة شاكر، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا منال، فرحان نكون مع بعض في البرنامج الجميل ده. أنا أكثر. مين هني هامان وزرش؟ لو جينا نتكلم عن البيت ده في دروس لكل عيلة بتشوفنا الوقتي. نعم. وتورينا الحقد بيعمل ايه، الغيرة بتعمل ايه، الشر بيعمل ايه، ايه نهايته المدمرة لكل عيلة. اول ما نيجي عند هامان، لو فتحنا سفر أستير اصحاح 3 يقول ان هامان ده ابن همداثة الاجاجي. نعم. يعني مين؟ يعني جده اجاج، أجاج ملك عماليق. وطبعا ده تاريخ كتابي طويل جدا، أنا أختصره في حاجة بسيطة، إن جده أجاج ملك عماليق كان أداة في يد الشيطان لإفساد المخطط الإلهي. نعم. لمجيء المسيح لكي يخلص العالم. أتمنى كل اللي بيشوفني يدقق في الكلام اللي بقوله. بقول تاني، عماليق الجد الكبير لهامان أداة في يد الشيطان. نعم. عايز يستخدمها عشان تفسد المخطط الإلهي لمجيء المسيح مخلص البشرية. صدقيني لو همشي ورا ده في الكتاب أحتاج برنامج، لكن أقولها من البداية جمل صغيرة. مثلا لو بصينا في خروج 17 يقول كده، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، إن اليد على كرسي الرب. عمر ما الرب قال للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. نعم. من دور إلى دور يعني من جيل لجيل. طب ده أنت يا رب تقدر في لحظة تبيد أي شخص أو أمة؟ لا، دي أداة في إيد الشيطان. شايفة سفر الخروج فين؟ نعم. أيام موسى فين؟ وأيام أستير فين؟ طيب أيام موسى ليه بيقول للرب حرب مع عماليق؟ لأن زي ما قلت عايزين يبيدوا بني إسرائيل، ولما يبيدوا بني إسرائيل ما يجيش المخلص. نعم. لو فتحنا تثنية 25 الرب يقول لموسى عشان يقول للشعب، اذكر ما فعله بك عماليق وانت خارج من أرض مصر. نعم. كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أول ما كانوا خارجين من أرض مصر، شايفة انت قصة الخروج كلها. صحيح. ورمز الإيه. نعم. دول خرجوا عايزين يبيدوا بني إسرائيل، ما قدروش، فقتلوا كل المستضعفين. المستضعفين يعني الحامل اللي بترضع، الراجل المسن. نعم. العجزة. نعم. فمسكوهم قتلوهم. دول متخيلة؟ متخيلة يقتلوا مين؟ مفيش ضمير طبعا، ولا إيمان ولا أي شيء. نعم. فأنا بقول ده ليه؟ عشان أدي صورة مين هامان. نعم. مين همان؟ فهمان هنا جده الكبير همدان الأجاجي اللي جده عماليق. لو تدركت كتابيا عشان أشرح الصورة مين، لما أخد كل السلسلة صدقيني كتابيا وتاريخيا، إن هيرودس اللي أمر بقتل كل الأطفال من ابن سنتين فمدون. لا. إمتى أصدر ده؟ بعد ما المسيح ولد
عشان يتقتل المسيح. هيرودس ده جده الكبير من نسل عماليق، جده الكبير همان، ادي النسل كله اداة في ايد الشيطان. نعم. المهم قدامنا همان في سفر أستير، وطبعا معروف همان ومكانته الكبيرة في المملكة في الوقت ده. لما نيجي لمردخاي بقى، مردخاي هو رجل يهودي كان جالس في باب الملك، وهو أصلا من سبط بنيامين. نعم. وكان رجل تقي وبيحب الرب وكلمة الرب. طيب وليه همان كان ممتلئ غضب منه؟ من مردخاي. نعم. لأنه راجل يهودي تقي بيحب الرب، كان عايز ينفذ كلمة ربنا. نعم. زي ما هي. فعمنا همان بيدخل ويخرج عند الملك. نعم. كل الناس لما تشوفه تسجد ليه، لأنه قيادة كبيرة جدا، إلا عمنا مردخاي. حتى لما سألوه قال عشان أنا يهودي، جاي بالحرف أفهموه إنه يهودي. يعني يهودي إن عنده وصية بتقول للرب إلهك تسجد. نعم. إياه وحده تعبد. نعم. مش هسجد مهما كلفني الأمر. الأتقياء كانوا بيعملوا كده. نعم. يوم ما أصر أتمم وصية بيديني قوة على تتميمها. صحيح. يا رب هحب اللي بيشوه في صورتي، يديني قوة أحبه. حلو كتير. هغفر للي أساء إلي، يديني قوة أغفر. بس أنا يبقى جوايا إصرار. نعم. إن أنا لن أفعل إلا إن أعيش كلمتك. فعمنا مردخاي هيعيش الكلمة. نعم. التاني اتملى غضب. إيه هوني أنا هوني بدي أعرف. شو صار يعني المشاعر الحقد والغيرة، شو أثرت على همان؟ يا ناري على اللي عملته فيه. عارفة لما أقولك اتملى غضب وغيظ، خلينا أقولك إيه اللي عمله ومشاعر الغضب عملت فيه إيه. نعم. كان همان مش عايز بس يبيد مردخاي، لكن كل الشعب اليهودي. أنا مشيت ورا كلمة مرارة، الكلمة اليونانية. نعم. في العهد الجديد لقيتها عارفة حاجة تعني محدد أو مدبب. عارفة لما تبقى حاجة كده بتفرم في الواحد. نعم. فيتملي يبقى طاقة مدمرة. طبعا طبعا. فمش مكتفي حقد والغيرة إني يتقتل بس مردخاي، عايز يقتل. وفعلا نجح، عمل حيلة معينة وأغرى الملك بأمواله، إن هيقدم مبالغ طائلة لو جيت لأرقامها للملك، واستصدر فرمان بإبادة كل الشعب اليهودي. طيب أنا هون عندي تساؤل. هو بيت، يعني عم نحكي بيت، يعني زلمة ومراته. زرش. شو كان موقفه يعني منه لهما؟ هقولك. أولا زرش واضح إن هي كانت من نفس العينة بتاعته. عارفة لما يبقى الزوج والزوجة من نفس العينة؟ نعم. عارفة لما يبقى هو مليان مرارة وهي مرارة؟ ويقعدوا أمال يغزوا بعض. يعني هو أروح متغاظ قوي من مردخاي. عارفة مراته قالت له إيه؟ ولا تتغاظ ولا تعول هم، نقتله. إحنا نعمل صليب وبكرة تقول للملك أصلبوه عليه. هل تتخيلي إن ما نمشي الليل كله؟ الليل كله أمال يجهز في الصليب. نعم. عشان يصلبوه عليه. وبعدين في وش الفجر أراح القصر للملك. يعني الملك كان قلقان وهو قلقان لقى صوت واحد داخل. مين اللي جاي؟ قالوا ده همان. طبعا هو داخل عايز ايه؟ علشان يطلب صلب مردخاي. واخد بالك؟ نعم. فوجئ ان الملك اصلا كان قلقان طول الليل. قلقان ليه؟ هو ولا تعرفي ده عمل النعمة، ده إله كلي السلطان. الملك قلقان. طب لما قلقان يعني في شيء ممكن يقول. لما الملك يقلق يطلب، أنا آسف أقول في الكلمة، ستات ينمع، يطلب خمر يسكر، يطلب أي شيء. كل اللي جابه سفر الأخبار بتاع الملك، فتحوله لقى فيه واحد زمان أنقذه اسمه مردخاي. قال لهم الراجل ده كافئناه؟ لا. ازاي اخرنا مكافئته؟ مين اللي خلاه اخر مكافئته؟ هو. نعم. ليه توقيتات محدده، واخد بالك؟ فقال خلاص نكافئه. دخل عمنا همان، فالملك بيقول لهمان نعمل ايه لانسان عايزين نكرمه؟ فقال لك ايه ده، مين الملك هيكرمه غيري؟ همان بقى جاب احسن ما عنده، قال مين هيكرمه الملك غيري؟ قال له ده يجيبوا اللبس بتاع السلطان والفرس بتاع السلطان وتاج السلطان ويركبوه على الفرس ويمشوا ويهتفوا قدامه. قال له روح اعمل كده مع مردخاي.
متخيلة؟ نعم. ده أروح كان هيتجن مش قادر يتحمل عمل ده مع مردخاي. الأغرب من كده بقى إني أراح الوليمة اللي عملاها أستير لما هو أصدر فرمان بإبادة كل الشعب وعايز يبيدوا إمتى. ده أنا دارس القصة بتفاصيلها ليلة عيد الفصح. أوف. تخيل ليلة عيد ده عيد الفصح عيد الفداء. نعم. اللي فيه الرب افتدى كل شعبه. وبعدين دخل الوليمة فاستير مرتبة نفسها بتقول للملك يرضيك إن واحد عايز مش بس ده يبيد كل بني إسرائيل إلى آخره. مين ده؟ قالت له هامان الشرير. فواحد من الغلم قال للملك ده هو مجهز صليب ارتفاعه ما عرفش عشان يصلب هامان عليه. قال اصلبوه عليها علشان يطلب مردخاي. واخد بالك؟ نعم. اتصلب هو على الصليب ده. شايفة ايد ربنا؟ سلطان الله، ترتيبات الله. نعم. عشان كده انا كتبت جملة اقولها لك لما كتبت على قلت في ذات الليلة التي كان فيها هامان سهران بإرادته ليعد الصليب لمردخاي كان الملك سهران بدون إرادته لكي الله. ينجي مردخاي يعني هون وكان تدخل. مردخاي نائما مطمئنا. أوه. شو هالتدخل الكبير من الله؟ تدخل إلهي طبعا. تدخل طبعاً. إلهي عجيب طبعاً. والرب أنقذه وأنقذ شعبه. شو خسر هون همان؟ همان أولا خسر نفسه ما هو اتصلب. خسر بيته. عارفة لما تقري بعد كده أستير 9 عنده 10 أولاد العشرة قتلوا. أوف. صدر فرمان بقتلهم. نعم. اتدمر تماما هو وكل بيته وكل ما دي نهاية الشر طبعا. دي نهاية المرارة الحقد الكراهية لن يحصد منها الإنسان إلا البلاوي. حلو كتير هالموضوع رح نكمل فيه كتير عنا أسئلة. أمين. بعد الفاصل أبونا. أمين. مع ضيفنا. أمين. خليكن معنا. حكايات بيعود الكتاب. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مجددا بالجزء الثاني من حلقتنا. طبعا مثل العادة معنا ضيف. أهلا وسهلا فيك ضيفنا عماد عزيز. حضرتك متخصص بالمشورة. مزبوط. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أخ عماد. سعداء جدا بوجودك معنا بصدق حقيقة. قدام الرب. وأنا كمان يا أسيس بجد فرحان بوجودي معكم. نشكر ربنا جدا. شكرا. من شوية كنا بنتناقش في شخصية هامان وزرش مراته وكنا بنتكلم إزاي إن مشاعر المرارة والغضب والحقد كان مخليه شخص مدمر. فللأمانة جه لذهننا سؤال مهم جدا. كتير ناس من اللي بيشوفونا الوقت عنده مدير زي همان أو رئيس في العمل بيضطهده بيضايقه بيظلمه بياكل حقه. فعايزين نقول إيه لكل واحد بيشوفنا مديره كده زي همان ونقول إيه للي زي همان؟ المدير اللي بيميز اللي بيظلم اللي عايز يكسر واحد من اللي عاملين عنده. دايما بتجيلنا المشكلة دي حتى في المشورة. أعمل إيه مع مديري أو مع شريكي حتى في المتسلط؟ بنتعلم حاجة كده مهارة جديدة اسمها الذكاء الوجداني. إيه الذكاء الوجداني ده؟ تعريفه العلمي هو التعامل الناضج مع مشاعري مع أفكاري مع سلوكي. النهاردة إن أنا مديري متعصب أو بيقول كلمات سلبية أو بيظلمني في الشغل، الأول بفحص مشاعري أنا. لو أنا دخلت دلوقتي لمديري هو متعصب وأنا متعصب نتيجة طبيعية هنخبط في بعض وهنخسر لشغلي أو هنخسر العلاقة. فبتعلم أن أنا الأول أفحص مشاعري أميز مشاعري. أنا متضايق منه ليه؟ عشان ظلمني؟ عشان أحرجني في وسط زمايلي؟ عشان علا صوته علي؟ طيب بقول طب هو دلوقتي عمل ده كل مرة وعلى دين المرة دي بس. ببتدي أعمل زي لستة كده وأفضي أميز مشاعر أنا متضايق منه ليه. حاجة تانية أعبر عن مشاعري. أعمل إيه بقى؟ التعبير ده عن ثلاث حاجات. أول حاجة أكلم نفسي. وإن أنا أكلم نفسي ده مش عيب. خالص. لماذا تأني فيا يا نفسي؟ أوكي. عشان كده حتى علميا اللي بيكلم نفسه مش هو المجنون، لأنه المجنون عنده هلاوس سمعية
بيحس ان في حد بيكلمه في رد عليها، لكن الشخص العاقل هو اللي بيكلم نفسه. فبتيجي ده بالعكس، ده الناضج اللي يعرف يسمع نفسه. مظبوط صحيح. الناضج كل ما انا نضجت لازم يبقى في حوار داخلي بينه، اقيم نفسي واسمع نفسي، وكمان الناضج يسمع نفسه ويسمع الآخرين. بالظبط. لما بيتعلم يسمع نفسه بيعرف يسمع الآخرين كويس. تصور أنا عملت دراسة زمان ما بين ثلاث حاجات، فاكتشفت أني اللي يعرف الناضج تلاقيه يعرف يسمع نفسه كويس. مزبوط. ويسمع الآخرين كويس، وفوق الكل بيسمع ربنا كويس. مزبوط. والتلاتة مرتبطين ببعض. فن الاستماع. هو فن. يعرف التلاتة مرتبطين ببعض. طبعا. لما بيسمع نفسه بيفهم نفسه كويس قوي، ولما انا بفهم نفسي بعرف افهم الاخر، وكمان بقدر افهم ربنا. عشان كده حاجه مهمه جدا اتكلم مع نفسي. طيب بس هوني انا هيك بلا قطع عن حديثك، لا تفضل. في ناس عن جد بتكون ظالمه، يعني في ناس قبل ما انا افهم نفسي، في ناس بتكون قاسيه بطبعها، يعني مدراء بس يوصلوا للكرسي، بس يوصلوا لهالمركز هيدا بيصير عندهم حب التسلط والامتلاك. يعني أنا بملك هذا الشخص، هو خادم، أو حتى يعني شو ما أقوله، هيدي كتير بتواجهنا بكتير من ال... فهوني شو بيعمل هالشخص؟ بيخسر وظيفته، بيخسر كرامته، هو عم ينهان أكتر من مرة، شو منقله؟ ده سؤال كويس قوي، وده تكملة لأن هقوله لتعريف الذكاء الوجداني، إن أنا بعد ما بتكلم مع نفسي ببتدي أفرغ الشحنة الغضب اللي جوايا في عن طريق يا اما اتكلم مع نفسي او اكتب اعبر عن انا متضايق من المدير ده في كذا وكذا 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 وكذا، لان انا مش دوري اغير مديري، مش هعرف اغيره. اول حاجه انا بشاور على نفسي. فانا بعبر عن مضايقتي انا من اللي حصل، مش من تصرفك. فده بيوصل رساله ان انا بتكلم عن نفسي، ما فيهاش هجوم، ما فيهاش ان انا بقلب الادوار، ان انا المدير وجاي اقول لك انت المفروض تعمل ايه. دي نقطه مهمه جدا. الحاجة التانية أنا بعبر فيها كمان، لو سمعت الطريقة دي ضايقتني أنا مش بتنفع معي، لو النهاردة أنا من حقي أترقى، ممكن أعرف الأسباب. بس في ناس بتقلك أنت منزعج أو مش منزعج، هيدي مشكلتك، ممكن يعني يصادفك هيك مدير لهالدرجة. أنا دايما بعمل دور اللي عليا. نعم. إن أنا أعمل حتة هو مش هتغير، ممكن القرار ما تغيرش، بس أنا جوه نفسي أبقى أنا مرتاح إن أنا عملت الحتة عليا وعبرت وفهمت إن أنا متضايق. نعم. الحقيقة اللي بيحصل وارد يكون مش قاصد. مظبوط. وارد يكون هو بيتصرف بشكل مش فاهم اللي بيعمله. نعم. مش بس كده أسيس، المرة اللي بعديها بقى المدير ياخد باله إنه في عماد مثلا اتضايق المرة اللي فاتت، فأنا لازم أخده في الاعتبار عشان ما أعملش مشكلة. هون المدير يلي مش قاصد أو يلي هو قاطع بحالة نفسية غلط. منال قصدها اللي بيبقى متعمد يعمل كده. نعم. وقاصد يعمل كده. حتى لو قلت له هي شخصيته. هي شخصيته هماني. صحيح. مظبوط. يعني هو شخصية عنيدة أو متسلطة أو شخصية فيها معاملة غير فير، غير عادلة. أنا دوري إن أنا أقول لا، أنا مش موافق على اللي بيحصل ده، أنا بتضايق من اللي بيحصل ده، أنا عاوز أعرف إيه، أنا قصرت في إيه. لما أنا بعبر عن ده بيوصل مين أنا أولاً، وبيوصل إيه اللي جوايا ناحية مديري، يعني حتى السكوت. لو هو يعني جواه ناحية شر ناحيتي. نعم. بس يفهم إن أنا مش ساكت. نعم. عادة المدير المتسلط لما بيتعامل مع حد ما بيقولوش لأ، بيفهم تلقائياً إنه مفيش مشكلة عنده. صحيح. فأنا هكمل. يعني لازم الإنسان. إيه رأيك يا أخ عماد لو أضفنا إضافة تانية إلى جانب الكلام الجميل اللي بتقوله، اللي عنده مدير هماني أو غيره، أنا من وجهة نظري أقول له إلى جانب الكلام الجميل ده، أنت اعمل لمسات حب. أحيانا لمسات الحب بتدوب الشخص اللي قدامي، فهو ما بيصبحش علي أنا بصبح، هو عنده ظروف اجتماعية بجامله بقف جنبه. بس في ناس بتاخدها بطريقة أبدا، صدقيني في مرات الأمور دي عارفة، وده بننفس كلام الكتاب. يعني رومية 12 يقولي لا تنتقموا لأنفسكم. حلو. طب لما تكمل النص مش دورك تنتقم، عارفة يكملوا ليه؟ ليه النقمة أنا أجازي يقول الرب، أعطوا مكانا للغضب. الآية دي مفهومة غلط، الناس فاكرة أعطوا مكانا للغضب يعني أنت أغضب. ده لما تكملي قراءة القرينة
يعني أعطوا مكانا للغضب الإلهي. أنت دورك، هو بيكمل النص، إن جاء عدوك أطعمه خبزا، إن عطش اسقيه ماء، لأنك بهذا تجمع جمر نار على رأسه. أنت دورك، إن جاء اعمل كذا، إن عطش اعمل كذا. وأعطوا مكانا للغضب الإلهي. الموعظة على الجبل: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. لمسات الحب، أقول الصدق في المسيح، حتى لو لاحظنا أنها مش جايبة نتيجة الوقتي، هتجيب نتيجة بعدين، ممكن بعد سنين، سنين تثمر في اللي اتعملت فيه. حلو. قوة الحب، قوة الحب مش ممكن أي قوة تقف قدامها. ده حقيقي. الحب بيغير. بس انا وجهه نظري كمان يا اسيس، لما عندي مدير بيأذيني، يعني مثلا لو واحد بيأذي الموظفه بتاعته، لازم يبقى في حدود. طبعا لازم اعمل طبعًا. حدود، ولازم اقول لا، وما اخافش اقول لا. والاذى كمان انواع. بالظبط. يعني ممكن الاذى من الجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي يفكر مجرد اهانه، ممكن واحد يفكر عدوان جنسي، ممكن يعني انواع كتيره جدا. او التقليل، على فكره في بعض من يحب يقلل الموظفين، طبعا يكسر مقاديفهم زي ما بيقولوا. يعني انا اقول انه هون ممكن انا ما احمل كره، بس ارفض. يعني كمان الرفض هو مش غلط، ما هيك ابونا، يعني انا ارفض الـ يعني الظلم، هيدا مش غلط. طبعا. اوكي. ده حق كتابي. نعم. لا. ده الرب يسوع نفسه وهو بيتحاكم لما واحد لطمه، بيقول له لماذا تلطمني؟ لماذا؟ يعني حق كتابي ان اسال، ده ما فيهوش اي خطا. حلو كتير. نحن بدنا نشكرك على حضورك. طبعا هذا موضوع كتير كبير، موضوع فيه كتير تشعبات. اهلا وسهلا فيك، وطبعا حنرجع نشوفك بغير حلقات. شكرا لك. بصدق شرفتنا ونورتنا وباركت الحلقه. مرسي يا سيسه، دايما اضافه ليا. بجد صدقني. شكرا لك. هلا انا وياك والمشاهدين رح نسمع ختام رائع من الاسيس. تفضل. في ستينيات القرن الماضي، رجل اعمال امريكي ابيض عنده مزرعه كبيره قوي، وبعدين في يوم من الايام لقى الصبحيه شاب اسود ماشي في المزرعه. اول ما شافه اتهمه انه داخل يسرق. كان شاب اسود تقي بسيط، حاول الشاب بكل وسيله يبرهن له ويقنعه ان هو شغال في مصنع جنب المزرعه من الناحيه دي، ولانه كان مطبق. عارفين كلمه مطبق يعني ليه؟ نهار وليل كان شغال، وجاي تعبان جدا ومرهق جدا، والكوخ بتاعه على بعد 2 كيلو من المزرعة. فبيقول له أنا حبيت أمشي من المداء اللي في النص عشان بس أختصر المسافة، ولسه قدامي 2 كيلو تاني. والراجل أصر. عارفين أيام اضطهاد البيض للسود؟ أصر أنت داخل تسرق، وجاب رجالته وقطع كف إيده. دي قصة حقيقية. قطع كف إيده، والشاب ده اسودت الدنيا في عينيه، وحس ان مستقبله اتدمر تماما. يروح يقوليه لمراته ولولاده ويعيش اللي جاي ازاي، انما روح مكسور محطم على بيته. لكن تمر السنين ورجل الاعمال يكبر، وفي يوم كان رايح مزرعته وعربيته عطلت قبل المزرعة بحوالي 2 كيلو قدام الكوخ بتاع الراجل ده، لكنه ما يعرفش ان ده كوخ الراجل ابدا. عطلت العربية في ليلة شديدة البرودة، وبعدين نزل الراجل عايز يعمل اي حاجة، عايز اي حد يساعده. فوجئ بواحد كده جايله اسود وفي ايده كوب لبن دافئ، وجه قرب منه. اول ما الراجل شافه وبص في وشه كده، تذكر ان ده اللي زمان من كام سنة الشاب اللي كان قطع كف ايده، لان شايف ايد نازلة كده والكف مقطوع. اول ما شافه كده بلا مبالغة قال لنفسه ده اخر يوم في عمري، بل اخر دقايق في عمري، ده هينقض عليا الوقتي ويفترسني. وخاصة هو كبر وعجز، وده لسه بصحته، وبعدين اكيد مليان طاقة غضب وانتقام.
وقال ما كانش عارفني وجاي كده وعرفني الوقت. فوجئ ان الاسود بيقول له انا عارف ان انت الوقت خفت وارتعبت. قال له عارف، عايز اقول لك حاجة. اولا خد كوب اللبن الدافئ ده وثق ان انا مش هعمل فيك حاجة. صحيح الانتقام ليه لذته، لكن صدقني الغفران ليه لذة اكبر بكتير. بعد ما قطعت كف ايدي وانكسرت شهور، لكن الرب هو اللي سندني وشجعني واداني طاقة اغفر، وانا غفرت وانا سمحت. وعايز اقولك من يوم ما غفرت وسمحت انا شفيت من جوه. من يوم ما غفرت وسمحت الرب اكرمني في صحتي، في مراتي، في ولادي، في بيتي، في دخلي. وانا جايب لك كوب اللبن الدافئ بكل حب، وهساعدك عشان تصلح عربيتك. اللي عايز اقوله لكل اللي بيشوفني، اغفر وسامح، هتشفى، هتتحرر. الرب هيعوضك، هيكرمك، هيباركك. من قلبي اتمنى لك تعيش حياة الغفران والتسامح. لما اتخلق آدم في الجنة كان لازم له معين نظيف، مشروع سماوي من إلهنا، هو ملك بحب كبير. على